الولاء والبراء يكون في قضية الأعياد. الأعياد تخصيص أيام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير العيد: هو ما عاد على وجه معتاد متكرر، إما بتكرر اليوم أو بتكرر الشهر أو بتكرر السنة، فإن هذا يسمى بالعيد. بعض الناس أحدث أعياداً في دين الله، فإذا أحدثنا بناءً على ما أتتنا به فتاوى وللأسف لا خطام لها ولا سنام، من أن عيد الحب لا بأس به، أو أن العيد الميلادي الذي يخص الإنسان له أن يحتفل بيوم مولده فإنه لا بأس به كما زعموا. سبحان الله، أين الدليل على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وسنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما قدم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكما بخير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن هذه أيام مرت على الأنصار، ومن ثم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم شدد في هذا الأمر، مما يدل على أنه ليس هناك في الإسلام إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. أما ما يأتي به بعض الناس من الأدلة العقلانية أو الخالية والعارية من الدليل ويقول إن هذا شيء يخص الإنسان أو مناسبة مرت في حياة الإنسان لا تتعلق بدين الله، إذن ما الذي يمنعنا على هذا القول؟ أن نحتفل بالأم لأنها أعظم. إذن عيد الأم، عيد الحب، عيد الأب، عيد الأخ، عيد الأخت، وهكذا. فإذا قيل بهذا على كلامهم يلزم أن يقولوا بجواز هذه الأعياد. إذن أين عيد الأضحى وأين عيد الفطر؟ يعني وإلا الحمد الناس عرفوا الآن أن الثقافة قد عمت وانتشرت واختلطت، وبالتالي فإن الواجب عليك أن تتقي الله عز وجل، فلا تأخذ بأي فتوى إلا ما دل عليها الدليل الشرعي من الكتاب أو من السنة. ولكن حينما أتحدث من هذا المقام وأقول حكما أو أبين شيئا لا دليل عليه، فخذ بكلامي واضرب به عرض الحائط. إذا لا قول لي ولا قول لفلان ولا علان مهما كان لديه من الأتباع أو لديه من الجمهور أو ما لديه مما لديه، فإنه لا يجوز لك حتى تبرئ ذمتك أمام رب العالمين. إذا قابلت الله حينها لما تقابل الله عز وجل، قابلته وأنت قد استقصيت الأمر في هذه المسألة، من أن هذه المسألة على دين شرعي إما من الكتاب أو من السنة. أما ما يلقى في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية جزافا من هذه الأحكام، كل يريد أن يفتي له أن يفتي، مثل ما يقول العوام: الدين جدار قصير، يعني من شاء أن يتحدث تحدث. ما هذا؟ حرام. حلال. طيب أنت مشرع، حلال أين الدليل؟ حرام أين الدليل؟ مكروه أين الدليل؟ أما أن يلعب الناس، وللأسف أتاحت بعض القنوات الفضائية المجال لأناس هم عراف في الحقيقة من العلم الشرعي، ثم إذا بهم يتحدثون: هذا حرام هذا حلال، لا أرى هذا، هذا لا أراه، حسب رأيي. حسب رأيك، ما هو رأيك؟ ما هو عقلك؟ أنا لا أريد رأيك، أنا عبد لله، لست عبدا لرأيك، أنا عبد لله، أريد أن أتعبد الله بما شرعه الله، وما شرعه الله إنما يكون في الكتاب وفي السنة، فليتنبأ لمثل هذا الأمر. ولذلك في قضايا عيد الحب وفي قضايا عيد المولد، مولد الإنسان، لا يجوز للتجار أيضا أن يسوقوا لمثل هذه الأعياد الكفرية. علينا أن نتقي الله عز وجل، هذه الدنيا زائلة، وكم من أناس ملكوا الأموال ودخلوا في تجارات مشوبة بل محرمة، وأين هم الآن؟ تحت أطباق الثرى. الورثة يتنعمون بها لأنها حلال لهم، ولو كانت أموال هؤلاء المتوفين لو كانت حراما محضة فإنها تكون حلالا للورثة، لأنها أتتهم بطريق مباح وهو الإرث. إذن لهم الغنم، وعلى هذا المسكين الذي تحت أطباق الثرى عليه الغرم وعليه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم ومهرجاناتهم، هذه أعياد، وتشبه بهم، قال: حتى مات على ذلك حشر معهم. عبد الله بن عتبة كما ذكر ابن كثير في التفسير قال: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر،
ليتقي أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر؟ قالوا فظننا أنه يريد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.